على تركيا. ذكرت أرقام عن التجارة بين مصر وتركيا، هل تسهم فعلا أو هل يسهم التبادل التجاري المصري التركي في دعم الاقتصاد التركي؟ طبعا. نعم، كيف؟ يعني دعم التركي كيف؟ ما فهمت. دعم اقتصاد تركيا. الآن التبادل التجاري بين الدولتين، بين مصر وتركيا، هل يسهم ذلك بالفعل في دعم اقتصاد تركيا الآن في هذه الفترة؟ لذلك أيضا يعتبر من جانب الملفات التي تريد تركيا تطبيع العلاقات مع مصر لأجل التجارة. يعني في هنا كما تعرف في هنا 40 شركات مصانع كبير حاليا شغالين، 50 رجال أعمال، 50 ألف شغالين في مصانع المصريين في المصانع التركية. هم بستفيد مين؟ مصر بستفيد وتركيا بستفيد. نعم. تمام. في مصنع جديد عندنا اسمه ما ذكر اسمه، هو يعمل استثمار أدوات منزلية، بيفتح مصنع مصر هدف، ليس مصر هدفا. نعم. بيفتح على أفريقيا، باب الأفريقيا والدول العربية كمان. طبعا كل الناس بستفيد، خاصة في أزمة حاليا كل في العالم موجود حاليا في تركيا، في مصر حاليا في حقيقة يعني. نعم. احنا كما تعرفون في تركيا كمان أوضاع ليس جيد. نعم. لكن لازم احنا نتعاون نشتغل، يعني برضو تركيا مصر كمان تستفيد من أصل الوسطى عندنا في تجارة والأوروبا كمان. نعم. يعني كما ذكرين في من زمان كان في اتفاقية مع غاز تركيا، الغاز المصري كان بيسطر من فين؟ من تركيا لأوروبا. نعم. في شيء كثير طبعا من بلدين تستفيد خبرتين مع دولة تركي ومصري. نعم. يعني رجال أعمال، يعني في مصريين كمان تزوروا في تركيا كثيرا. جميل. لو نزل أنا تقسيم، أنتوا تنزل تقسيم، أنا تقسيم كل يوم، في مصريين كثير بصراحة. يعني جايين سياحة، جايين رجال أعمال. نعم. إذن هناك تبادل وهناك زيارات بين مصر وتركيا قائمة. دعني أتحول